وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم؟ عاملين ايه متابعين المحترمين في كل مكان؟ عايزه اشكركم جدا على كل كلامكم وتعليقاتكم الجميله اللي انتوا بتكتبوها لي في الفيديوهات السابقه. ربنا يا رب يديمكم في حياتي، وكل سنه وانتم طيبين. والنهارده بقى فيديو جديد، لو اول مره تشوفيني نورين بالاشتراك ودوسي على كلمه الكل، ويلا بقى حطوا لايك للفيديو. وبطلب منكم كمان ان انتوا تعملوا شير للفيديو، عشان الشير بيفرق جدا، شير على الفيسبوك او الواتساب زي ما تحبي، وكمان ابعتي كده لاصحابك واخواتك، عايزين نكبر ان شاء الله مع بعض. وبشكركم جدا جدا بجد على تشجيعكم وتحفيزكم ليا، وكل واحده بتدوس لايك ميرسي جدا جدا، وبجد ربنا يخليكم ليا. والنهارده بقى جوله كده في المطبخ، كل الحاجه اللي انا عملتها في مطبخي فرقت معايا ولا لا، مفيده ولا لا. يا رب يكون الفيديو هيعجبكم ان شاء الله، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اطلب منكم طلب مامة اريج، ربنا يا رب يا رب يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض، ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة يا رب، ويبارك في اولادنا ويبارك في ازواجنا ويبارك في بيتنا ويبارك في كل حياتنا، اللهم امين. يا رب يشفيها ويعافيها يا رب، احلى اريج في الدنيا، ربنا يشفي مامتك يا رب. يلا بقى نكمل الفيديو، يلا بقى نبدأ. هو كده دخلت باب المطبخ، بسم الله توكلنا على الله. اول حاجة كده بحب يوميا ان انا اشغل كده بخور، هل لك سر عند الله؟ دي طبعا المبخرة اللي احنا جددناها مع بعض ما شاء الله، اللهم بارك. هل لك صدقات تخفى لا يعلمها الا ريحة البخور يا بنات بتخلي الشقة أصلا حلوة جدا، بتخلي يبقى فيه راحة نفسية غير طبيعية بجد والله العظيم. مع سورة البقرة يوميا بتخلي فعلا إحساس بالراحة النفسية. طبعا دي لسه مجددينها مع بعض، اللهم بارك، حلوة جدا جدا. هنبدا بقى نعمل حاجه كده بسم الله. انتوا قلتولي يا ساره كلمينا على كل حاجه في المطبخ. مبدئيا الرخامه بتاعتي دي كان شكلها اهو، ده لونها كده والشكل بتاعها. انا خليت يكون في ستيكر ويكون في تغيير. الستيكر ده الرول عامل 50 جنيه، في 5 متر يعني المتر ب10 جنيه. فانت بتجيبي الرول على بعضه، او في محلات بتبيع بالامتار. فافضل حاجة طبعا ان انت تجيبي اللون اللي انت حباه، وهاتي كمان الرول عشان لو حاجة اتقطعت منك لا قدر الله يبقى عندك غيرها. المهم عايزة اقول لكم ان هو عملي جدا، وانت بتلزقيه وبتشيليه بالاستشوار. عملت معاكم على القناة برضو كذا مرة، كان ابيض وبعد كده اسود وبعد كده جددته تاني، فالموضوع بجد سهل جدا. كلمتوني كمان على كل حاجة في المطبخ، انا هتكلم معاكم في كل حاجة عملتها جديدة في المطبخ. الستيكر ده استيكر عربيات، تمام، بيكون تقيل غير ده خالص، ده حراري وخفيف شوية، لكن ده تقيل وبيستحمل بصراحة غسيل بقى واستخدام وكده، فالموضوع بجد سهل. انا المطبخ بتاعي كان احمر في جولد، كان احمر في فضي الرمادي ده، فانا حبيت طبعا يكون في تغيير، واحس كمان ان فعلا انا غيرت حاجه وجددت حاجه في المطبخ. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، الموضوع بجد خد معايا يعني ساعتين، بس كان مريح جدا جدا جدا. انا هشغل الشفاط، يا اما هفتح ال افتح بس الشباك عشان البخور. المهم عايزه اقول لكم يعني ان هو عملي. المتر بكام؟ المتر كان ب25 جنيه. وهسيب لكم برضو الفيديو اللي انا عملت فيه المطبخ والمحل اللي انا جبت منه فيصل 20، فبجد ناس محترمه جدا جدا، اسمها التوفيقيه، فيها كل حاجه عن السيارات، اي حاجه انت عايزه بقى ستيكر يعيش معاكي هاتيه طبعا من هناك. بس كده ده كان شكل الايه الستيكر اللي انا عملته. نيجي بقى عند يعني حاجة مهمة جدا تعمليها لنفسيتك، حلوة جدا جدا جدا، هي ايه؟ هي الليد. عايزة اقول لكم الليد بيخلي المكان اللهم بارك روعة جدا جدا، بيخلي فيه راحة نفسية غير طبيعية. الليد ده برضو انا اللي مركباه ما شاء الله، عايزة اقول لكم سهل، مش محتاج يعني كهربائي ولا محتاج حد ولا اي حاجة. انتي هتروحي للراجل هتقولي له انا عايزة ليد
اهو ده شكله لد ابيض، هو افضل حاجة الابيض طبعا. المهم في منه اصفر وفي منه الوان، بس افضل حاجة بتجيبي اللد الابيض، بتشوفي المطبخ بتاعك حجمه قد ايه، وبتبدأي طبعا تروحي للكهربائي تقولي له انا عايزة مثلا 10 متر، انا عايزة 5 متر، وهكذا. لزقته بايه؟ لزقته بلزق كده، لزق كده بيكون دبل فيس بس متين جدا، بيجاب برضو من عند اي حد بيبيع مستلزمات السيارات والحاجات دي، التكاتك والحاجات دي. اهو ده شكله، بيكون احمر، بيكون ده شكله. بتقشريه بقى، بتشيلي الستيكر الاحمر اللي عليه. بصوا في هنا جزء كده هوريها لكم، اهو اهو بصوا اهو. انا كده بشيل عشان الزق، لكن انا دي ما كانش كامل معايا عشان مش حابه ان انا احط الفيشه هنا، حطيتها هنا عشان تكون قريبه وما تضايقنيش يعني في التصوير وكده. المهم بتشيلي بقى الايه الستيكر ده، الورقه دي، وبتلزقي الناحيه التانيه. بيكون ب15 في البكرة الكبيرة ب25 على حسب الكمية اللي انت عايزاها. بس اللهم بارك، بجد شيك جدا. انا عاملة هنا وعاملة على الوحدة دي كمان، وبصوا ما شاء الله عمل معايا برضو شوية امتار كده زي تقريبا متر زيادة. قلت ما فيش اي مشكلة خالص، هيديني اضاءة حلوة. بصوا تحت الحوض برضو مديني اضاءة حلوة ما شاء الله اللهم بارك. بقى عند يعني حاجة كده ما شاء الله جميلة جدا، انا عملتها برضو معاكم. لسه مجدداها بقالي بالظبط 3 ايام، الستارة بتاعت الحوض. قلتولي كتير يا سارة قولنا بتتعمل ازاي، انا عملتها بقى معاكم. وشلت القديمة، القديمة كانت احمر في ابيض طبعا عشان المطبخ بتاعي احمر في ابيض، فحبيت طبعا ان انا اغيرها. عايزة اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك. بصوا انا كده بشيلها، بصوا بشيلها ازاي عادي جدا. انا كده شلتها، ما تفكش معايا ولا اي حاجه خالص. نيجي بقى كده تحت الحوض، حط ايه بقى تحت الحوض؟ حط المنظمات التحفه دي طبعا اللي انا بستخدمها عموما، يعني كل المنظفات اللي انا بستخدمها والمعطرات والديتول والجلانس وكل حاجه. بس طبعا مش هترميها كده تحت الحوض لا خالص، هتجيب المنظم برضو ده ب10 جنيه وب15 جنيه من اي محل بيبيع مستلزمات ادوات منزلية، وهترصي كده حاجتك فيها. بجد بيديكي كده برضو راحة بالترتيب وعدم كده الكركبة، فحاولي ان انت فعلا تعملي كده تحت الحوض، مش هيكلفك خالص. طيب الستارة، الستارة دي نوعها ايه ولا جبتيها منين؟ انا جبتها من نفس المحل اللي انا جبت منه الستائر بتاعتي من الوكالة، فحبيت جدا جدا ان انا ايه اجيب نفس النوع ونفس الخامة. يعني دي كتان، عايزة اقول لكم ما شاء الله في الستاير عندي في الريسبشن غسيل واستخدام وكل حاجة، المتر بتاعه ب60 جنيه، فالموضوع بجد حلو ومش مكلف خالص. يعني انا عملت الستارة دي كلها عملتها جبت ب90 جنيه، متر ونص اهي 90 جنيه. واللزق بقى اللي انا بجيبه ب10 جنيه، يعني كلفني كله 100 جنيه. وخياطة كمان 10 جنيه، عشان برضو ايه اقول لكم كل حاجة. الخياطة ليه بقى؟ عشان انا بروح للخياط يخيط لي السكوتش الخشن، اهو شايفين الخياطة اهي، السكوتش الخشن ده بيتخيط، لكن انا بلزق بالمادة اللي انا بجيبها من عند الراجل، بلزقها على الحوض بس كده. ده كان كلامي كله على الستارة، بجد ما شاء الله حلوة جدا جدا. وعايزة اقول لكم حاجة تانية، دايما بتسألوني يا سارة هو انت على طول كده ما شاء الله الجراد بتاعك بيلمع. هقول لكم سر التنظيف بتاعه، سر التنظيف بتاعه حاجة بسيطة جدا في كل بيت. بصوا اللهم بارك، يعني شايفة نفسي ما شاء الله. شوية بيكنج صودا وشوية خل، وبيكون زي الفل وبينضف معاكي، بيبقى قمر خالص. طبعا لسه منضفين مع بعض تنظيف عميق للبوتاجاز، وزقنا ورا البوتاجاز والمطبخ شلناه، وبجد حاجة كده ما شاء الله جميلة. نيجي بقى فوق كده برضو، دايما طبعا اغسلي كويس جدا الشفاط بتاعك عشان الدهون، مهم جدا جدا. نيجي بقى عند الحاجة برضو اللي انتوا سألتوني عليها، طبعا يا سارة قولنا
الرفوف دي انتي عاملاها ولا جايباها من ايكيا ولا ايه، وهي عملية ولا لأ؟ بصوا يا جماعة، لأ دي انا مش عاملاها، انا مشترياها من ايكيا عادي جدا. هسيب لكم برضو الرابط بتاع المشتريات، كنت جايباها تقريبا من 9 شهور او كده، هسيب لكم برضو الرابط دي في اول تعليق مثبت ان شاء الله. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، هي خشب بجد بتستحمل كويس جدا. طيب اتسألت يا سارة انتي ازاي معلقاها، هقول لكم دلوقتي. بصوا الورقة دي اهي، المسمار ده مكان الشنيور، وبحط بس كده، وبيكون معاه ورقتين كده، الورقتين دول بلزقهم كده على شكل كده المسمار عشان يداري شكل المسمار، بس كده اهو، ولا في اي حاجة. وكمان سألتوني على البرطمانات دي، حلوة جدا ما شاء الله، بس انا بقى ايه لسه ان شاء الله هنجيب المشتريات مع بعض، عندي كل حاجة الحمد لله فاضية، هنزل بقى ان شاء الله نجيب مشتريات رمضان وكده. والرف اللي فوق حط عليه ال4 كوبايات دول، هما كانوا 5، يعني انا وزوجي واسيل وسارة وفريحة، بس في واحدة اتكسرت قدر الله ما شاء فعل. وكمان حاطه الزرعة دي برضو جايباها من هناك، بس كده. طبعا بحط هنا مكان كده للقلم، وهنا نوت كده صغيرة، اي حاجة خلصت ببقى كاتبة، مثلا عندي مثلا اهو الفلفل خلص، عندي الكمون، الشطة، عندي مثلا الرز قرب يخلص، عايزة زيت، عايزة كذا، باجي بقى في اول الشهر اخد النوت دي وانزل على طول اجيب حاجتي، ببقى عارفة انا محتاجة ايه ومش محتاجة ايه. نيجي بقى عند الورق الحجري، بجد ناس كتير ما شاء الله سألوني يا سارة عملي ولا لأ. بصوا يا جماعة، أنا واحدة من الناس كنت خايفة جدا جدا إن أنا أعمله، بس ما شاء الله لما عملته فرق معايا جدا جدا. اللون الأبيض أصلا بيفتح المكان، وحاولي وانتي بتجيبي جيبي نوع يكون نظيف وبيلزق معاكي بكل سهولة، هاتي نوع نظيف، أنا كنت جايباه من العتبة، فهاتي نوع نظيف، يعني في نوع خفيف ونوع تقيل. انا هو كمان حطاه، لو ده نوع رديء انا حطاه كمان ناحية المية. ناس كتير قالوا لي يا سارة هيفك معاكي ولا لأ؟ لا يا جماعة، انا بغسل مواعيني عادي، بستخدم الحوض عادي جدا، مش خايفة مثلا المية ما تجيش تيجي عليه او كده، لأ عادي جدا، ولا اي حاجة، ولا بيطلع ولا اي حاجة، ولا هو كان وحش كان طلع من بدري يعني. المهم نيجي بقى عند الصفاية دي، صفاية برضو ايكيا اهي، بصوا ما شاء الله دي كانت ب70 جنيه، حلوة جدا جدا. ليه بقى؟ انا بغسل ورص حاجتي تتصفى هنا احسن ما احطها كده بميتها فوق، احسن طبعا ما احطها هنا كده بميتها، واجي بقى كل يومين لازم اسحب الصينية دي اسحبها واغسلها، لا كده بيوفر عليا ان انا طبعا كل اسبوع على الاقل باخدها كده اغسلها وخلاص كده، بس كده ما شاء الله. هنا حاطه كده طقم ايكيا، وحاطه الطقم بتاعي بتاع جوازي، وهنا الطقم الاسود ده شيك جدا في الاكل، برضو كنت جايباه في جوازي، وشويه كده كوبايات وبتاع، وهنا الاطباق اللي انا بستخدمها للبنات على طول باستمراريه، بس كده. وهنا بقى في وحده ادراج اهي، طبعا حاولي تكوني على طول كده ايه اول باول، يعني ايدك في المطبخ باستمرار. طبعا انا ساعات بيكون الدرج ده فوق بعضه عادي جدا، ليه بقى؟ فريحة جت خدت معلقة، فبتاخدها ازاي؟ تاخدها كده بنعكشها، فتلقائي بقى سارة بقى فريحة، البيت اللي اللهم بارك فيه اطفال يعني خلاص ما بتعرفيش تسيطري عليه 100%، بتكون طبعا صعب ان انت تسيطري عليه، لازم ايدك تكون في الحاجة. عايزة اقول لكم على فكرة كمان، لو انت الدرج بتاعك ما شاء الله بصوا طويل، في مساحة، ممكن تجيبي برضو المنظم ده وتحطي فيه كل الرفايع بتاعتك، يعني مثلا المعايير، المقاوير، اي حاجة انت بتستخدميها ممكن تحطيها. لقيت شوكة اهي هنا، قلت احطها مكانها. المهم يعني الفكرة دي برضو حلوة جدا، لو انت عندك مكان هتوفر معاكي برضو ايه بدل الكركبة.